محطة خامسة وصل إليها قطار الثانوية العامة بمادتي الكيمياء والجغرافيا والتي استمرت كل منها على مدار 3 ساعات كاملة. خرج بعدها الطلاب معبرين عن آرائهم في مستوى الامتحان. اللجنة كانت شادة شوية بس يعني عدت خلاص، والامتحان كان حلو، يعني مش وحش ولا حلو، بس نسبة ان هو يحلوا اي طالب في المستوى العادي 70%، يعني كان حلو والله. الامتحان فيه تركات بالهبل، يعني الواحد لو ما قراش السؤال مرة واتنين وتلاتة مش هيعرف يحل بجد. بس هو اقول ان اقول للناس اللي كانت مركزة من مثلا من امبارح على تركات معينة، يعني ممكن تضمن عدد درجات كبير. يعني كان الأسئلة يعني في منها حلو وفي منها وحش، وكانت من جوه المنهج يعني، بس في حاجات شوية من بره يعني. ما يربو على 783 ألف طالب وطالبة تقدموا الامتحانات الثانوية العامة لهذا العام موزعين على الشعب الأدبية والعلمية والرياضية في إطار حرص من القائمين على اللجان على توفير أقصى درجات السهولة واليسر على الطلاب في أداء الامتحان. احنا بنحاول يعني نوفر لهم ان هم يبقوا قاعدين مش خايفين، الرهبة في الامتحان، اني عارفه يعني كل حاجه تتاح لهم، لان دول طلبه ثانويه عامه، فالولد منهم محتاج اللي يطبطب عليه، محتاج او البنت محتاجه اللي تقول لها كلمه كويسه كده. بنحاول على قد ما بنقدر، حتى النهارده كان معانا ولد تعبان، فتصنى حتى ده بتحصلنا ولي امره، فاحنا بنحاول على قد ما بنقدر. ثانويه عامه وربنا يوفق الناس كلها. لا حلو، اللجنه هاديه ومفيش دوشه يعني. ده كل حاجه احنا عايزينها متوفرة، وهدوء وكل حاجه حلوه. أولياء الأمور وكالمعتاد لم يغيبوا عن المشهد في انتظار خروج أبنائهم من اللجان والاطمئنان على مدى توافق الامتحان وما قاموا بتحصيله على مدار عام دراسي كامل. الضغط طبعا ما بيجيبش نتيجة، والولاد ممكن يعملوا العكس تماما. فأنا بالنسبة لي أنا كولية أمر، أنا كنت سايبة بنتي، هي الحمد لله كانت بتعمل اللي عليها وزيادة يعني. بانتهاء مادتي الكيمياء والجغرافيا تبدأ الاستراحة البينية لامتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ثم العودة مرة أخرى بعد انتهاء أجازة العيد يوم 2 يوليو بامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ. كل التوفيق للطلبة والطالبات. سارة متولي، التلفزيون المصري.